أهلا بكم من جديد. وتحذير هام وخطير، حيث أنه خلال الساعة المقبلة وتحديدا في منتصف ليل الرابع من مارس الجاري سيكون العالم على موعد مع خطر جديد في الفضاء الخارجي يهدد الكرة الأرضية، وذلك بسبب فقدان السيطرة على صاروخ سبيس اكس والذي ينتظر لحظة اصطدامه بسطح القمر، الأمر الذي من الممكن أن يشكل خطورة على الأرض وعلى القمر نفسه. بالتأكيد أنه خبر مقلق وأمر أيضا لابد من متابعته والتعرف أيضا على كافة تفاصيله. خلوني أقول لحضراتكم أنه بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قال علماء الفلك أن صاروخا أطلقته شركة سبيس أكس في طريقه للاصطدام بالقمر، وده بعد أن ظل يدور في الفضاء بشكل عشوائي طيلة أعوام جراء فقدان السيطرة عليه. إذن ما هو وزن هذا الصاروخ وما هي أيضا حكايته منذ البداية؟ الحقيقة أنه الصاروخ الخارجي بيزن عن السيطرة نحو 4 أطنان مترية، ما يعرف بنفايات الفضاء، وفي طريقه حاليا نحو الاصطدام بالقمر بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية، إذ جرى إطلاقه من ولاية فلوريدا الأمريكية في فبراير 2015 في إطار مهمة بين الكواكب من أجل إرسال بيانات حول طقس الفضاء عبر رحلة بتمتد لمليون ميل. أيضا يمكن بعد إنجاز مهمته أثناء طريقه للعودة إلى الأرض أصيب الصاروخ بعطل ولم يعد يحتوي على يعني ما يكفي من الوقود حتى يعود إلى الغلاف الجوي للأرض، ما جعله يعني يشق مسارا عشوائيا في الفضاء منذ سنوات دون تحكم. وفقا لتقارير صحفية متخصصة في شؤون الفضاء، قال خبراء الفلك إنهم أخطأوا في قراءة تحديد هوية الصاروخ الذي سيرتطم بسطح القمر خلال ساعات من الآن، إذ الحقيقة اتضح أنه الصاروخ صنع في الصين وليس من صناعة شركة سبيس أكس لمؤسسيها أو لمؤسسها الملياردير إيلون ماسك، وإنما بواسطة بكين. كشف أيضا الباحث في الديناميت المدارية ومطور البرامج الفلكية بيل جراي أن الصاروخ الخارج عن السيطرة جرى صنعه في الصين ولا يتبع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي أكدته أيضا وكالة ناسا في بيانها. الصاروخ الذي سيصطدم بالقمر ليس المرحلة الثانية من سبيس إكس فالكون 9 الذي جرى إطلاقه في 2015 كما يعني ورد سابقا، بل هو المرحلة الثالثة من صاروخ لونج مارش 3C الصيني المستخدم لإطلاق المركبة المدارية القمرية في عام 2014. يعني بالتأكيد يمكن حضراتكم جميعا بتتساءلوا حول ماذا يحدث إذا اصطدم هذا الصاروخ الصيني بالقمر. هي أنه التقارير المختصة بهذا الأمر والمتابعة للصاروخ منذ انطلاقه أكدت أن المرحلة الثانية من فالكون 9 من المحتمل أن تصطدم بالجانب البعيد من القمر بالقرب من خط الاستواء. بيتوقع أيضا الخبراء الحقيقة أن يخلف اصطدام صاروخ صيني بسطح القمر يعني حفرة، هذه الحفرة قطرها نحو 19 متر، وأكدت ناسا أنه سيجرى تصوير لحظة الاصطدام بواسطة مسبار متخصص. الحقيقة أنه في تفاصيل أخرى أيضا في رحلة انحراف هذا الصاروخ بأنه يعني منع نقص الوقود المعزز المرحلة الثانية من الوصول إلى الغلاف الجوي للأرض، ما تسبب في تعثره عبر الفضاء في مدار فوضوي، لكن يبدو أن يمكن رحلته غير المنتظمة التي دامت 7 سنوات ستنتهي فجأة في أوائل مارس عندما يضرب الصاروخ 4 أطنان القمر بسرعة 5000 ميل في الساعة. الحقيقة أنه بعد تحليل جميع البيانات المتاحة خلص مراقب السماء بيل جراي الذي طور أيضا برنامجا يعني بيتتبع الأجسام القريبة من الأرض إلى أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من فالكون 9 ستؤثر على سطح القمر في 4 مارس مثلما ذكرت لحضراتكم، وعلى الأرجح في الجانب البعيد. وتعليقا أيضا على دقة تاريخ الاصطدام المتوقع كتب جراي على موقعه على الإنترنت، إذا كانت هذه صخرة فسأكون متأكدا بنسبة 100%، ولكن يمكن أن تكون خردة الفضاء صعبة بعض الشيء.
قال أيضا جري أنه يأمل في حساب موقع الارتطام بأكبر يعني قدر ممكن من الدقة، على أمل أن تتمكن المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لناسا والمركبة القمرية الهندية من تصوير موقع التحطم لمزيد من الدراسة. وسيشكل هذا الحدث المرة الأولى التي يتحطم فيها جسم من صنع الإنسان من غير قصد على سطح القمر، حيث انه يعني حدث تأثير متعمد في عام تحديدا 2009 عندما تم ارسال صاروخ سنتور التابع لناسا والمسبار المرافق له متجهين نحو القمر في مهمة الحقيقة بتهدف الى تحديد موقع المياه على اقرب يعني جيران للأرض. بتعمل ايضا جدير بالذكر سبيس اكس حاليا على تطوير اجهزه هبوط ل يعني مهمات ناسا القادمه ارتميس، والتي ستشهد اول هبوط مأهول على سطح القمر منذ 5 عقود. يعني مثل ما بنتابع مع حضراتكم التفاصيل الخاصة بهذا الصاروخ، حيث انه يمكن بيصدر تحذير هام وتحذير خطير جديد، حيث انه خلال الساعات المقبلة تحديدا في منتصف ليل 4 مارس الجاري هيكون العالم على موعد مع خطر جديد الحقيقة في الفضاء الخارجي بيهدد الكرة الأرضية. وده بسبب ايه؟ بسبب فقدان السيطرة على صاروخ سبيس اكس، والذي يعني بينتظر لحظة اصطدامه بسطح القمر، الأمر الذي يعني يمكن أن يشكل خطورة على الأرض وعلى القمر بالتأكيد. طبعا خبر مقلق جدا، بنتابع تفاصيله مع حضراتكم، أمر لابد من متابعته والتعرف على كافة تفاصيله. فخلوني أقول لحضراتكم أنه بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قال علماء الفلك أن صاروخا أطلقته شركة سبيس إكس في طريقه للاصطدام بالقمر، وذلك بعد أن ظل يدور في الفضاء بشكل عشوائي طيلة أعوام جراء فقدان السيطرة عليه. لو هنتكلم عن وزن هذا الصاروخ وأيضا يعني كافة التفاصيل الخاصة به منذ البداية، خلوني أقول لحضراتكم إنه هذا الصاروخ بيزن يعني عن السيطرة نحو 4 أطنان مترية، ما يعرف بنفايات الفضاء، وفي طريقه حاليا نحو الاصطدام بالقمر بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية، إذ جرى إطلاقه من ولاية فلوريدا الأمريكية في تحديدا فبراير 2015. يعني تم إطلاقه في إطار مهمة بين الكواكب من أجل إرسال بيانات حول طقس الفضاء عبر رحلة بتمتد لمليون ميل. بعد إنجاز مهمته وأثناء طريقه للعودة إلى الأرض، أصيب هذا الصاروخ بعطل ولم يعد يحتوي على ما يكفي من الوقود حتى يعود إلى الغلاف الجوي للأرض. الحقيقة إنه يعني هذا العطل جعله يشق مسارا عشوائيا في الفضاء منذ سنوات دون أي تحكم. كمان وفقا لتقارير صحفية متخصصة في شؤون الفضاء، قال خبراء الفلك إنهم أخطأوا في قراءة تحديد هوية الصاروخ الذي سيرتطم بسطح القمر خلال ساعات من الآن. يعني بقول لحضراتكم وفقا للتاريخ إنه 4 مارس، إذا اتضح أنه الصاروخ صنع في الصين وليس من صناعة شركة سبيس إكس لمؤسسها الملياردير إيلون ماسك، وإنما بواسطة بكين. كشف الباحث في الديناميات المدارية ومطور البرامج الفلكية بيل جراي، كشف أن الصاروخ الخارج عن السيطرة جرى صنعه في الصين ولا يتبع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي أكدته ناسا في بيانها أنه الصاروخ الذي سيصطدم بالقمر ليس المرحلة الثانية من سبيس إكس فالكون 9 الذي جرى إطلاقه في 2015 تحديدا كما ورد سابقا، بل إنه المرحلة الثالثة من صاروخ لونج مارش 3C الصيني المستخدم لإطلاق المركبة المدارية القمرية في عام 2014. يمكن السؤال اللي بيتردد الآن، ماذا يحدث إذا اصطدم الصاروخ الصيني بالقمر؟ سؤال هام جدا ومهم طرحه في هذه الحالة، هي إنه التقارير المختصة بهذا الأمر والمتابعة للصاروخ منذ انطلاقه أكدت إن المرحلة الثانية من فالكون 9 من المحتمل إن هي تصطدم بالجانب البعيد من القمر بالقرب من خط الاستواء، وإنه بيتوقع أيضا الخبراء أن يعني يخلف اصطدام الصاروخ بسطح القمر حفرة، الحفرة قطرها نحو 19 متر، وأكدت ناسا إنه سيجرى تصوير لحظة الاصطدام بواسطة مسبار متخصص.
في تفاصيل أخرى في رحلة انحراف هذا الصاروخ، بأنه يعني منع نقص الوقود المعزز المرحلة الثانية من الوصول إلى الغلاف الجوي للأرض، ما تسبب في تعثره عبر الفضاء في مدار فوضوي. لكن يبدو أنه رحلته غير المنتظمة التي دامت 7 سنوات ستنتهي فجأة في أوائل مارس، عندما يضرب الصاروخ 4 أطنان القمر بسرعة 5000 ميل في الساعة. الجدير بالذكر أيضا أنه بعد تحليل جميع البيانات المتاحة، خلص مراقب السماء بيل جراي الذي طور أيضا برنامجا بيتتبع الأجسام القريبة من الأرض، إلى أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من فالكون 9 ستؤثر على سطح القمر في 4 مارس على الأرجح في الجانب البعيد. وتعليقا على دقة تاريخ الاصطدام المتوقع، كتب جراي على موقعه على الإنترنت: إذا كانت هذه صخرة فسأكون متأكدا بنسبة 100%، لكن يبدو أو يمكن أن تكون خردة الفضاء صعبة بعض الشيء. ده الكلام اللي قاله بيل جراي، وقال كمان إنه يأمل في حساب موقع الاصطدام بأكبر قدر من الدقة، على أمل أن يعني تتمكن المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لناسا وأيضا المركبة القمرية الهندية من تصوير موقع تحطم لمزيد من الدراسة. سيشكل هذا الحدث المرة الأولى التي يتحطم فيها جسم من صنع الإنسان يعني عن غير قصد على سطح القمر. حدث تأثير متعمد في عام 2009 عندما تم إرسال صاروخ سنتور التابع لناسا والمسبار المرافق له متجهين نحو القمر في مهمة بتهدف إلى تحديد موقع المياه على أقرب جيران للأرض. وبتعمل سبيس إكس حاليا على تطوير أجهزة هبوط لمهمات ناسا القادمة أرتميس، والتي ستشهد أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ 5 عقود. بالتأكيد سنتابع مع حضراتكم يعني حركة هذا الصاروخ وموعد، يعني إذا ارتطم سيكون متى موعده تحديدا وأي مستجدات متعلقة بهذا الأمر. بشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء في متابعات وتغطيات جديدة على مدار اليوم.